اكلمكم شويه عن صفقه البولندي دي كونراد ميشيلاك، طبعا لان ده يمكن يعني كان في اخر يوم كده واموره هي اللي خلصانه. يمكن الحقيقه اولا هو اللاعب انضم لنادي الزمالك موسم على سبيل الاعاره، وعشان نكون منصفين لعيب اعاره بعد ما لعب على فكره 3 ماتشات مع فرقته فريق احد السعودي، وعلى فكره هو لعيب يعني عنده امكانيات اللي موجوده بالسي في كويسه، لاعب الموسم اللي فات 33 مباراه جايب 8 اهداف، السنه دي لعب 3 ماتشات لان لسه الدوري بادئ واحرز هدف. فانك اصلا بتجيب لاعب في ظل كل الامور اللي مش سهله، وان كمان من دوري بدأ الدوري السعودي وكل الامور دي طبعا تخلينا ان احنا نقول ايه، لا شكرا لكل الناس اللي بتفكر واللي بتحاول تجتهد واللي بتحاول تشتغل على ملف التدعيمات بشكل كبير. وهنا يفتح لي باب ان لازم اشكر رئيس نادي احد طبعا الاستاذ محمد عبد الهادي الجهيني، رئيس نادي احد السعودي، على حسن تعاونه وحبه لنادي الزمالك وعلاقته الوطيده بمجلس اداره نادي الزمالك وتحديدا الكابتن احمد سليمان. ودي صوره الاستاذ محمد عبد الهادي جيني. ليه؟ لان زي ما قلت لكم لما يكون فرقه بدات وممكن تكون معتمده على احد لاعبيها المميزين الهدافين اللي بيجيبوا اجوان، فدي مش بسهوله ان انت تيجي تاخده كده في اول الموسم وتخليه يعني تقنعه انه يشتغل وتقنعه ان هو وتشتغل معاه وانك تقنعه ان هو يسيب اللعيب بتاعه اللعيب المميز، فدي كلها حقيقه طبعا اكيد بتاخد جهد كبير. وهنا لازم اشكر تاني الاستاذ محمد عبد الهادي على حسن تعاونه زي ما قلت لكم، باكد على ده. والحقيقه شيء مقدر بالنسبه لنا جدا جدا جدا، ويمكن دي الحاجه اللي حبيت بس اوضحها في صفقه كونراد ميشيلاك.